مرحبا حبايب قلبي، كيفكن اليوم؟ اليوم ان شاء الله حبايبي بدنا نعمل طريقة الكنافة بالقشطة. ان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة. عندي هون نص كيلو كنافة خشنة، وعندي هون 5 معالق كبار سمنة او 200 جرام، وعندي معلقتين كبار سكر باودر بدي احطهم للكنافة مع السمنة عشان يطلع لون الكنافة عندي حلو. عندي هون القشطة انا منزلتها في فيديو سابق، كمان ان شاء الله تشوفوها بتعملوها، كمان كتير طيبة طريقتها. وعندي هون القطر كاستين سكر وكاسة مي وربع معلقة ملح الليمون. وعندي هون كمان للتزيين فستق حلبي. هاي كل المكونات ان شاء الله. هلا اول شي حبايب قلبي بدي اقطع الكنافة قطع تكون شوي يعني كبيرة مو صغيرة، عشان افردها بالصينية، عشان احط لها السمنة وبعدين احطها بالصينية. شايفين هيك بتكون. هلا شوفوا عندي كيف، هلا بس حطها هون كمان افردها بهالشكل هذا، بتكون عندي بهالشكل هيك. هلا اول شي حبايب ابي عندي هاي الصينية، انا بدي انزل من هاي السمنة، دوبتها انا شوي ما خليتها تسخن بس تدوي، رح نزل منها بالصينية، ادهن الصينية مشان بعدين نحط الباقي على الكنافة. هيك صارت تمام. هلا عندنا نحط باقي السمنة على الكنافة ونحركها كتير منيح. هلا حبايب قلبي بدنا نفككها كتير منيح مع السمنة مشان السمنة تفوت بالكنافة كلها، يعني الكنافة تشربها للسمنة كلها. هلا حبايب قلبي بدنا نمد نص الكنافة الصينية طبقة من تحت، والنص التاني بدنا نخليه طبقة فوق القشطة. مدهم طبعا متساويين هيك بالصينية. بدنا نكبسها كمان شوي مشان تزبط معنا بالفرن، مشان تمسك معنا يعني لما نحط لها القشطة. هلا حبايب قلبي بدنا نحط عليها القشطة، نمد عليها. وزعها كتير منيح على الكنافة كلها. هلا حبايب قلبي بعد ما مديت عليها القشطة مثل ما انكم شايفين زبطتها كتير منيح، هلا بدي احط باقي الكنافة فوق. حاول افردها على الصينية كلها منيح. حبايب قلبي انا كمان حطيت على العجينة عجينة الكنافة السكر البودر، معلقتين سكر بودر بس نسيت ما لكم ما صورتها، مشان راح احط لكم اياها في صندوق الوصف ان شاء الله. هيك حبايب قلبي بعد كمان ما زبطت الوش، حطيت الكنافة على الوش وزبطته كتير منيح، هلا بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 200 من تحت. هلا ان شاء الله راح اورجيكم كيف. هلا حبايب قلبي بدي احطها على درجة حرارة 200 بس من تحت، بس يستوي عند السفل، بدي اشوف الاطراف، بس تتحمر عندي الاطراف معناته استوى السفل، برفعها لفوق مشان يتحمر عندي الوش على درجة حرارة 200. هيك حبايب قلبي بعد ما استوت عندي الكنافة بالقشطة مثل ما انكم شايفين سخنة كمان لساتها، هلا بدي انزل عليها القطر، طبعا يكون القطر بارد. ليش القطر بارد؟ لأنه عندي الحشوة قشطة، إذا حطيت لها قطر سخن رح تفرط عندي القشطة، فالأفضل يكون عندي القطر بارد.
هلا بدي رش لها القطرات وزينها، بدي خليها لتبرد، بعدين ان شاء الله بشوفكم مرحلة التقديم. هلا حبايب قلبي بدنا نزينها بالفستق. من جد ريحتها بتاخد العقل، اتمنى تجربوه. طبعا حبايب قلبي قبل ما تقطعوه الافضل انه عندي القشطة تبرد اول شي مشان ما تفرط لما تشيلوه. هلا بشوفكم ان شاء الله مرحلة التقديم. هيك حبايب قلبي كانت وصفتنا لليوم، الكنافة بالقشطة. شوفولي على هالمنظر ما احلى. شوفولي هون كمان كيف تماسكت، شوفوا القشطة كيف. حبايب قلبي اذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسونا من دعمكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله الف صحة وعافية.